بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد مفتاح بشير من ليبيا. الأخ محمد يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإيمان بالقدر فرض على كل مسلم، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، علمه بها أولا وتقديره لها كتابتها في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة إيجادها وإنشائها، ثم إيجادها. ولا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يجري في هذا الكون من خير أو شر، حياة وموت، وفقر وغنى، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، وكل حدوث شيء من المعدومات ووجوده بعد ذلك بعد أن لم يكن، كل ذلك بقضاء الله وقدره. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحدث شيء إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. فإذا آمن العبد بذلك واعتقده، فإن ذلك يحثه على العمل الصالح وعلى فعل الخير وترك الشر، وإذا أصابه شيء فإنه يؤمن أن ذلك بقضاء الله وقدره، فلا يجزع ولا يتسخط، وأيضا يؤمن أن أجله بيد الله، وأن الله قضاه وقدره، وأن ما كتبه الله عليه فسيجري عليه. بذلك يندفع للعمل، وبذلك يقوى يقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويقوى جهاده وصبره وتحمله ورضاه بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل فضيلتكم شيخ صالح سؤال قريب من السؤال الأول عن معنى القضاء. أيضا القضاء بينا معناه، وهو قضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء وإرادته لها، فكل شيء يحدث أو كل شيء يكون فإن الله قضاه وقدره، ولو لم يقضه ويقدره لم يحصل. نعم. جزاكم الله خيرا. إن الله قدر مقادير الخلائق، ما معنى هذه العبارة؟ هو نفس الكلام الذي بيناه، فهذا السؤال متكرر. نعم. هو بمعنى واحد. طيب. نعم. إذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله الشمري من حائل. أخونا يقول: في مدينتنا مقبرة وأحيانا نقوم بزيارتها، لكن بعض المسلمين الذين يزورون المقبرة يدخلون بنعالهم وأحذيتهم داخل القبور ويتجولون بينها بأحذيتهم، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل لنا أن ننكر عليهم؟ جزاكم الله خيرا. من المعلوم أنه لا يجوز امتهان المقابر، ولا يجوز وطئها
أو الجلوس عليها أو إيذاؤها، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. أما دخولها بالنعال فهذا إذا كان الإنسان يحتاج إلى النعال لكون الأرض فيها شوك أو لكونها حارة بالرمضة فلا بأس أن يدخلها بالنعال، ولكن يحرص على أن لا يطأ على قبر وإنما يتخلل من بين القبور ويمشي في الأرض التي ليس فيها قبور، يطأ بين المقابر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم عبد الرحيم الطيب، يسأل ويقول: أحد المصلين عند نهاية صلاته يسلم على اليمين فقط، ويقول لا يسلم على الشمال إلا إذا كان معه جماعة، الرجاء إفادتنا عن ذلكم، هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الأكمل والأحسن أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم تسليمتين في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء كان مع جماعة أو وحده، سواء كان إماما أو منفردا، فالأكمل والأحوط أن يسلم تسليمتين من الصلاة. وإن كان بعض العلماء يرى أنها تكفي تسليمة واحدة عن اليمين، ولكن هناك من يرى وجوب التسليمتين، وبناء على ذلك فخروجا من الخلاف أن يسلم تسليمتين، أيضا هذا أكمل وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسام حمدون. الأخ حسام يسأل ويقول: أرجو أن تفيدوني عن لباس المرأة الشرعي، وهل أوجب الشرع تغطية الوجه واليدين، وما مدى صحة الحديث المروي عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. نرجو الإفادة عن هذا، جزاكم الله خيرا. لباس المرأة هو ما يستر جميع بدنها سترا وافيا ويكون واسعا، هذا هو ستر المرأة، ولا يكون فيه زينة، يعني لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط: أولا أن يكون وافيا على جميع بدنها، وثانيا أن يكون واسعا بحيث لا يكون ضيقا يبين أحجام أعضائها، والثالث أن يكون ساترا لما وراءه فلا يكون شفافا، والرابع أن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار إليها إذا خرجت، وذلك لأن المرأة عورة وفتنة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما، يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالحجاب أيضا، من ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دل هذا على وجوب ستر الوجه أيضا، وهذا فيه الإجابة عن سؤال السائلة: نعم، هل يجب على المرأة ستر وجهها؟ نعم، يجب عليها ستر وجهها في هذا الحديث، ولقوله تعالى: أسألهن من وراء حجاب، والحجاب هو الساتر لها كلها عن الرجل الذي ليس من محارمها، وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار هو غطاء الرأس، أمر الله أن يضرب أي أن يسدل على النحر وهو الحلق، فيلزم من ذلك أن يمر على الوجه وأن يغطي الوجه. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قد جاء في التفسير أن معنى ذلك أن تضفي طرف
الجلال الذي يكون عليها أن تضفيه على وجهها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذا وعيد شديد بحق النساء التي لا يتسترن وإنما يلبسن لباسا خادعا، صورته صورة اللباس الساتر وهو في حقيقته لا يستر، كونه شفافا أو لكونه قصيرا تبدو منه بعض أعضائها أو لكونه ثوب زينة يفتن الرجال بها. أما حديث أسماء أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل للمرأة أن تبدي من جسدها شيئا إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا استدل به من يرون إباحة كشف الوجه للمرأة عند الرجال وكشف الكفين، ولكن هذا الحديث مردود من عدة أمور: أولا أنه حديث ضعيف، وثانيا أنه حديث منقطع لأن بين عائشة وبين راويه راو لم يذكر فهو منقطع، وثالثا أنه منكر، أنه لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، لا يليق بامرأة من بيت أبي بكر الصديق وأخت أم المؤمنين أن تدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي ذكرت في الحديث. هذا بعيد كل البعد مما يدل على أنه غير صحيح. فبمجمل هذه الطعون في هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، إلى جانب أنه معارض للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي هي أصح منه. فلو فرض أنه صحيح، إذا عارض ما هو أصح منه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز العمل به كيف وهو ضعيف ومنقطع وفيه نكارة شديدة. ولكن أهل الأهواء يتعلقون بخيط العنكبوت لأنهم يريدون أن يبرروا أهواءه ويبرروا ما عليه الناس ولو كان هذا مخالفا للشرع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عصام محمد. الأخ عصام يقول إنه يصلي ويحافظ على صلواته وعلى شعائر الإسلام، لكنه يعمل مع صاحب البقالة، وهذا الرجل الذي هو صاحب البقالة يلزمه بصلاة الجمعة في نفس البقالة، فهل يطيعه أو يترك هذا العمل ويسترزق من جهة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لهذا العامل أن يترك صلاة الجمعة ويصلي في البقالة، بل عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، والبقالة يجب إغلاقها وقت الصلاة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا كان صاحب البقالة لا يغلقها وقت صلاة الجمعة، يجب على رجال الحسبة أن يأخذوا على يده وأن يلزم بإغلاق البقالة، ويجب على من كان فيها من العمال أن يذهبوا لصلاة الجمعة. وإذا أمرك بترك صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة فلا تطعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأن وقت الصلاة مستثنى ليس للمستأجر عليه سلطان، هو حق لله سبحانه وتعالى، فوقت الصلاة هذا حق لله فلا يأخذه المستأجر ويشغل الأجير فيه، وإنما يجب على الأجير أن يذهب لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وهذا الوقت ليس للمستأجر فيه حق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول المرسلة هاء تقول: أسألكم عن العمل التالي، إذا وجدت آيات قرآنية أو أدعية وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى مكتوب في الأوراق، فهل لي أن أحرقها أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. من وجد آيات قرآنية مكتوبة أو من أوراق مصحف متمزق، أو وجد أدعية فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب عليه أن يرفعها وأن لا يتركها تمتهن أو تعرض للإهانة. فيجوز له أن يحرقها أو أن يدفنها أو أن يضعها في مكان يحفظها من الامتهان، المهم أنه لا يتركها، وإذا أحرقها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول: أخوكم في الله نحول جمعة أحمد صايل يسأل فضيلتكم شيخ صالح، فيقول: ما رأيكم في
إنسان حلف بالمصحف الشريف مرة ومرتين وثلاث إلى 10 مرات وهو كاذب، هل له من توبة وهل عليه من كفارة وما هي وما مقدارها إذا كان عليه كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإذا حلف بآيات الله أو بالقرآن أو بسورة أو آية من كتاب الله أو حلف بالمصحف فلا بأس بذلك، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو من صفاته. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامة، والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فاستعاذته بكلمات الله التامة يدل على جواز الحلف والاستعاذة بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلامه سبحانه صفة من صفاته. بناء على ذلك فلا بأس بالقسم بالقرآن أو بالمصحف أو بآية أو سورة من كتاب الله عز وجل، لأنه حلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما الكفارة فإذا كانت هذه اليمين على أمر مستقبل ممكن، كأن حلف لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا قاصدا عقد اليمين وخالفها، فإنه تجب عليه الكفارة. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وأما إذا كان حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك، وهذه هي يمين الغموس. إذا حلف على أمر ماض، كان حلف أنه قد فعل كذا وكذا أو أن زيدا قد جاء أو لم يأتي وهو كاذب متعمد، فإنه يكون آثما، وهذه هي اليمين الغموس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، فعليه بالتوبة الصادقة وعدم العود لمثل هذا الفعل الذميم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أرجو ذلك. نعم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم.